يا ترى شو اللي عم بنشوفه بالفيديو؟ زهرة أو كائن غريب؟ هالشي موجود داخل حنجرتها، نوع من السلاحف البرباك، من أكبر السلاحف بالعالم. سلحفاة بحرية بتتغذى على الأناديل. هالشي سبب وجود هالأشواك داخل حنجرتها. وظيفة هالأشواك إنها تمسك الإنديل وتطرد المي، بتساعد بهضم الأناديل. رغم إنه منظر حلقها مخيف، إلا إنها سلحفاة مسالمة وما بتأذي البشر. ما تنسوا تدعمونا باللايك وتنضموا للقناة حتى يصلكوا كل جديد.